رحالة من قناة ساوند كيو ودكربوج. السياحة في لبنان. تمتلك لبنان سياحة تجمع بين التاريخ والمشاهد الطبيعية المذهلة، حيث تجتمع في طبيعتها البحار والسهول والوديان والجبال. أما فيما يتعلق بالتاريخ فهي تحتضن مواقع أثرية تعود إلى حضارات عديدة كالرومانية والبيزنطية والإسلامية وغيرها. قبل السفر إلى لبنان لنرى موقعها الجغرافي، تقع لبنان في منطقة الشرق الأوسط غرب قارة آسيا، حيث يحدها من الشمال سوريا ومن الجنوب فلسطين ومن الشرق والغرب البحر الأبيض المتوسط. عاصمة لبنان هي بيروت، وهي الوجهة الأولى للسياحة في لبنان. السفر إلى لبنان بالنسبة لمواطني دول الخليج العربي والأردن يتم عبر تأشيرة مجانية يتم منحها في مطار رفيق الحريري، وهي تخولهم البقاء لمدة 3 أشهر كحد أقصى. أما باقي الدول فيجب عليهم مراجعة القنصلية أو السفارة اللبنانية في بلدهم. العملة الرسمية في لبنان هي الليرة اللبنانية. وإليكم أفضل أوقات الزيارة للبنان. من أفضل أوقات وشهور السنة للسفر إلى لبنان تعد من شهر مارس إلى نوفمبر. ما هي المدة الكافية للسياحة في لبنان؟ فهي تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام لتتعرف على أجمل المناطق السياحية في لبنان وخاصة في بيروت العاصمة. نراكم في حلقة جديدة من رحالة من قناة ساوند كيو ودكربوج.